السلام عليكم. ده سؤال جه في الانترفيو: ايه هو فايدة السكشن بوكس؟ او فايدة السكشن بوكس زي ما باين من اسمه ان انت بتعمل سكشن يكون 3D، يعني بتعمل سيلكت على بعض العناصر كده وتقول له انا عايز اشوفها في السكشن بوكس، او مجرد ان انت بتظهر السكشن بوكس وتبدأ تتحكم فيه او على السكشن بوكس اهيت دي، لما تشيلها بيبدأ يظهر كل حاجة وتقدر من هنا تحدد حدود السكشن بوكس بحيث ان انت تشوف المبنى بالشكل دوت. ممكن تقول انا اشوف فايل وعايز اشوفه بالشكل ده.